ما تنشافش وقانا ولا هي مش مبين. اليوم كما نعلم هو الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى، ستنطلق بعد قليل مسيرة جماهيرية حاشدة من هنا من أمام مقر الصليب الأحمر باتجاه مقر الأمم المتحدة للتعبير عن الغضب الشعبي إزاء استشهاد الأسير ياسر حمدوني والذي كان محكوما بالمؤبد وكان قد قضى من مدة محكوميته 14 عاما وقد استشهد بجلطة دماغية نتيجة للإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد. نحن نشارك في كافة الفعاليات، حضور واسع لحركة فتح ومفوضية الأسرى والمحررين في كل الفعاليات الإسنادية للأسرى، ومن هنا فإننا اليوم نقول للعالم وللمنظمات الدولية والإنسانية بأنه آن الأوان لكي تنتصروا لحقوق الإنسان التي تداس في السجون الإسرائيلية بفعل الجرائم الإسرائيلية العنصرية المختلفة.